فيها. اول شيء انشاء جيش موحد، الشغل الثاني ارساء طلب اخير الى بريطانيا لوقف هذه الاجراءات اللي كانت تقوم فيها، يعني ترفع ايدها عن المستعمرات. الشغل الثالثه ان تولى المستعمرات حكم نفسها بنفسها، يعني تحكم حالها، تحط لها حاكم وتصير تحكم حالها بذاتها، يصير عندها استقلاليه ويصير عندها اعتبار يعني حكم نفسها ذاتيا. تمام، واضح لهون؟ طب هلا انا عندي شغله مهمه كتير، ما هي نتائج الثوره الامريكيه؟ يعني انا صارت عندي الثوره الامريكيه وعرفنا شو هي المجريات تبعت الثوره الامريكيه، ايش كانت عندي نتائج؟ اول شغله قيام اول دوله مستقله في العالم الجديد تحت اسم الولايات المتحده الامريكيه، اذا صارت عندي دوله مستقله وسمينا هاي الدوله المستقله باسم الولايات المتحده الامريكيه، اذا اعيد كمان مره، صارت عندي دوله مستقله وسميت هذه الدوله المستقله باسم الولايات المتحده الامريكيه. الشغله الثانيه اضعاف مراكز بريطانيا واعاده إضعاف مركز بريطانيا وإعادة بعض المستعمرات إلى فرنسا. إضعاف مركز بريطانيا وإعادة بعض المستعمرات لفرنسا. إذا أول شغلة صارت عندي دولة مستقلة سميناها الولايات المتحدة الأمريكية. ثاني شغلة إضعاف مركز بريطانيا. ثالث شغلة زيادة حدة العجز المالي في فرنسا زيادة حدة العجز المالي في فرنسا نتيجة إشراكها في حرب الاستقلال الأمريكية. تمام، إذا زيادة حدة العجز المالي في فرنسا. إذا عيد كم مرة، حكينا قيام دولة مستقلة سميناها بالولايات المتحدة الأمريكية، إضعاف مركز بريطانيا، زيادة حدة العجز المالي في فرنسا. تمام، النقطة الرابعة إساءة مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، يعني أنا لازم خلص صير عندي حرية وعدالة ومساواة. تمام، إذا ما هي من نتائج الثورة الأمريكية؟ بدنا نحفظ منهم ثلاثة، قيام دولة مستقلة سميناها بالولايات المتحدة الأمريكية، إضعاف مركز بريطانيا، زيادة حدة العجز المالي في فرنسا، إرساء مبدأ الحرية والعدالة والمساواة. عندي سؤال، لماذا سميت العاصمة أمريكا واشنطن؟ ليش سميناها واشنطن؟ نسبة إلى الحاكم اللي كان حاكمها وهو أعلن استقلالها اللي هو نسبة إلى جورج واشنطن، نسبة إلى جورج واشنطن. إذا لماذا سميت العاصمة الأمريكية واشنطن؟ ليش سميناها واشنطن؟ نسبة إلى جورج واشنطن، نسبة إلى جورج واشنطن. نحل الأسئلة مع بعض. السؤال الأول، الثورة الأمريكية نقلتك إياها أنا صفحة 50، حرب السنوات السبعة صفحة 52 نقلتك إياها أنا، حفلة الشاي هي موجودة صفحة 53، موجودة صفحة 53 وكمان نقلتك إياها. المعاهدة باريس، ما هو المقصود المعاهدة التي اعترفت فيها بريطانيا باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية؟ هي المعاهدة التي اعترفت فيها بريطانيا باستقلال الولايات المتحدة التي اعترفت فيها بريطانيا باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. ايش هي الاسباب اللي هي موجودة صفحة 51، موجودة صفحة 51. السؤال الثالث، قارن مرات بضرورة موافقة ممثلي الشعب على فرض الضرائب. إذن القاري الأول هو طالب سكان المستعمرات الضرائب. القاري الثاني هو قرر سكان المستعمرات إنشاء جيش موحد. الثاني قرر سكان المستعمرات إنشاء جيش موحد. إذن الأول طلب فيه سكان المستعمرات بضرورة موافقة ممثلي الشعب على فرض الضرائب. الثاني قرر سكان المستعمرات إنشاء جيش موحد. قرر فيه جيش موحد سكان المستعمرات بإنشاء جيش. تمام، السؤال الرابع، فسر سبب وقوف فرنسا إلى جانب القوات الأمريكية. القوات الأمريكية إلى جانب القوات الأمريكية بسبب التنافس الاستعماري بين فرنسا وبريطانيا، لأنه فرنسا وبريطانيا أصلاً كان بيناتهم مشاكل. إذا فرنسا رح توقف مع بريطانيا وهي في بيناتها مشاكل؟ لا، رح توقف مع أمريكا لأنه كان فيها تنافس استعماري بين فرنسا وبريطانيا. أكمل الفراغ. ألف، أول مستعمرة بريطانية في أمريكا شو سميناها؟ مستعمرة جيمستاون. إذا أول مستعمرة بريطانية في أمريكا سميت باسم جيمستاون. ب، المعركة التي فيها القائد البريطاني شو سميناها؟ معركة ساراغوسا. معركة ساراغوسا. أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية هو جورج واشنطن. جورج واشنطن أول رئيس هو جورج واشنطن. تمام، السؤال السادس، فسر شعار لا ضرائب دون تمثيل نيابي شو يعني هذا
الشعار اللي أعلنوه، هي ضرائب تقرر بموافقة الشعب لا فرض مباشر لها من قبل الحكومة البريطانية. يعني أنا لما بدي أدفع ضرائب لازم أكون أنا موافقة عليها من الأساس، مش أدفع ضرائب لأني مغصوبة عليها. إذا فسر لا ضرائب دون تمثيل نيابي أن الضرائب تقرر موافقة الشعب لا فرض مباشر لها من قبل الحكومة البريطانية. إذا الضرائب تقرر موافقة الشعب لا الفرض المباشر لها من مية. السؤال الأخير اللي عندي، أكمل الجدول الآتي معلومات مناسبة. المهام، إعطاء المشورة للحاكم، حكينا مشورة إذا مجلس استشاري، فرض الضرائب، تحديد رواتب الموظفين، مصادقة القرارات والقوانين. اسم المجلس، المجلس التشريعي، المجلس التشريعي. إذا الأولى الاستشاري، الثانية التشريعي. بهيك بنكون انتهينا الدرس، يا رب تكونوا فهمتوا الدرس منيح كتير، ويا رب تكونوا فهمتوا معي وحفظتوا معي، ويا رب تحفظوا الدرس معي أول بأول حتى ما تصعب عليك، لأنه بلشت المادة شوي تصعب وبلشت فيها المعلومات تزداد. فإذا لما تخلص هلأ عيد الفيديو أكتر من مرة وافهم الدرس وحل الأسئلة وانقل التلخيص كما هو موجود في الفيديو، وبعد هيك افهم معي، وبعدها بدك تحاول معي كتير منيح انك تحفظ اول باول حتى لما ناخذ الثورة الفرنسية انت تكون خلص حفظت الثورة الامريكية.